النهارده حكم المباراه هو حكم من بروندي، عمل موقفين اغرب من بعض. الحاجه الاولى انه في طرد يبدو صحيح، يبدو صحيح انفراد لمنتخب مصر ويبدو صحيح، هل صحيح ولا مش صحيح؟ ما بحبش افتي عشان برضه ممكن يبقى في راي يقول لك انه الكوره ما كانتش في حوزته فممكن ما تتحسبش طرد فيبقى انذار بس. والقرار اللي خده باحتساب هدف المنتخب الغيني وبعد كده الغاه الفار، كل ده نسال عنه مع حكمنا الدولي الكبير ضيفنا الدائم الرائع كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور كالعاده. صباح الخير يا كريم عليك وعلى كل مشاهدينك، وطبعا بتشرف بيك دايما. اشكرك يا فندم. رايك ايه بقى في القرارات المثيره جدا في هذه المواجهه، مواجهه مصر وغينيا بيساو؟ باسيفيك ده حكم من بوروندي من حكام النخبه في الاتحاد الافريقي، لعب النهائي دوري ابطال افريقيا النسخه اللي فاتت، وحكم من حكام الواعدين اللي بص لهم في الاتحاد الافريقي بصه كويسه. هو النهارده عمل ماتش كويس مجمل، لكن هنتكلم في اللعبتين اللي هم اثاروا الجدل في المباراه. اللعبه الاولانيه نتكلم بالهدف اللي اتلغى بتاع غينيا بيساو. الناس كلها بصت على الايد، الناس كلها بصت في اللقطه على الايد، وشد او جذب الايد على فكره مش في اللقطه خالص. او الغى الهدف مش بسبب الايد خالص خالص، لو الايد فقط ما كانش الحكم الفار استدعاه او لغى الهدف، لكن هي اعاقه من في الرجل الشمال للمهاجم في رجل اليمين لعمر كمال عبد الواحد، هذه السبب الاساسي اللي وقعته على الارض. وكان الغى الهدف قرار صحيح من الفار ان استدعاه والغى الهدف، والالغاء صحيح والقرار صحيح في النهايه، الغى الهدف الغاء صحيح. طرد بقى ولا مش طرد؟ بص حضرتك، كل عناصر الفرصه المحققه موجوده، كل عناصر فرصه محققه موجوده. الاول حاجه بالنسبه للعدد المدافعين، السيطره اللي بنتكلم على المسافه بينه وبين المرمى، السيطره بقى المستقبليه هي الاساس بالنسبه لنا في اللعبه دي، هي اللي بنتكلم فيها السيطره او السيطره المستقبليه للكره. لحظه الاعاقه نفسها في فهم كره القدم اللي هو الاندرستاندنج في البول، ان الكره دي لو نزلت المسافه، هل الكره دي تبقى اقرب لعمر مرموش ولا لحارس المرمى؟ احنا بالصوره لما وقفت ساعه الخطا بالظبط هتلاقي الكره بنسبه كبيره اقرب لعمر مرموش من حارس المرمى، وبالتالي كل عناصر الفرصه المحققه موجوده، والكارت الاحمر كان وجوبي في الحاله ديت ان هو يتدخل. ليه بقى السؤال اللي يطرح نفسه، ليه حكم الفار ما اتدخلش؟ حكم الفار دايما يتدخل، كحكم فار اتدخل في الاخطاء الواضحه، الاخطاء اللي لا تقبل تاويل. الكوره ساعه الخطا كانت موجوده في الهواء، لسه ما نزلتش على الارض. في سيطره مستقبليه وفي فهم كره القدم لكن امشي مع الحكم. لو كارت احمر الحكم ادى كارت احمر همشي معاه، لو الحكم ادى كارت اصفر برضه همشي معاه، وبالتالي عدم تدخل من الفار. لكن انا بقول لحضرتك، انا القرار الاصح او الاقرب للصح هو الكارت الاحمر في اللعبه. طيب سؤال عام بقى بعيد عن المباراة دي، رأيك إيه في الأداء التحكيمي في البطولة بشكل عام حتى الآن؟ بص، هو الدور الأولاني كان فيه مشاكل، يعني الجولة الأولانية كان فيها مشاكل كتير، طبعا حدث ولا حرج بالنسبة بالذات ماتش تونس ومالي طبعا، لأن طبعا حدث ما حصلش قبل كده في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وعمل ضجة طيب كبيرة قوي. أنا عايز أسألك، إيه رأيك في قرار الكاف بعدم إعادة المباراة واحتساب النتيجة واعتماد النتيجة لصالح المنتخب المالي؟ بص يا كابتن، هو سامسونج ادامو ده هو يعني هو ده السبب او التوب سيكريت في القصه دي. ده رئيس لجنه مسابقات الكاف اللي اصر على نزول الحكم الرابع والاثنين مساعدين وفرقه يعني هو نزل رجعوا الفرقه تاني الملعب مالي، ولولا الحدث ده حصل كان الماتش اتعاد. لكن هو بخبرته وحنكته والراجل ماسك مسابقات الاتحاد الافريقي من فتره كبيره نزلهم، وفريق تونس ما رضوش ينزل، ف كان ممكن يعتبروا الموضوع انسحاب او مش انسحاب. في الاخر هو كيف الموضوع عشان ياخد في الاخر الماتش ما يتعادش، لان في البطوله من الصعب جدا تعيد ماتش في ظل الازدحام الكامل لماتشات البطوله او مباريات البطوله وكده. لكن انا بتكلم ده خطا كبير، الخطا كبير ليه؟ وما فيش له اي مبرر، لان انت معلش انت كحكم قبل ما تصفر نهايه الشوط الاولاني او نهايه الشوط الثاني معاك اثنين مساعدين بتكلمهم، معاك حكم رابع بتكلمه، معاك اثنين فار بتكلمهم، وبتاخد منهم الوقت بدل الضايع، وبتعلم كل دول حتى لو ساعتك وقفت.
فانت معاك 5 ساعات كمان متاحين ليك من خلال الكوميونيكيشن بتتكلم معاهم وبيدوك المعلومه. انت ممكن ساعتك تقف في اي وقت من الاوقات ومعاك الساعات الثانيه دي محدش هيحس بحاجه وهتوصل للقرار الصحيح وتكمل ماتشك وتحسب الوقت بدل الضايع بارتياحيه كامله. فاللي حصل ده مهما كان بقى ضربه شمس مش ضربه شمس فهو طبعا كان قرار غير مؤثر. حكم الدولي الكبير كابتن جهاد جريشه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا.